غطت سحب من الدخان الكثيف مناطق واسعة من وسط كاليفورنيا وشمالها، في حين غادر المزيد من السكان منازلهم هربا من أكبر الحرائق في تاريخ الولاية. وأتى أحد أضخم الحرائق المشتعلة في قطاع الأنيو لايتينج كومبلكس على ما يقرب من 90,000 هكتار من المساحات الخضراء، مدمرا ما يقرب من 500 مبنى ومجبرا عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم. وبحلول منتصف الجمعة تم احتواء الحريق الذي اندلع الاثنين، وهو الآن العاشر بين أكبر الحرائق في تاريخ الولاية بنسبة 7% فقط. وقال مسؤولون إن هناك 5 وفيات مرتبطة بالحرائق الأخيرة التي أشعلتها أكثر من 12,000 ضربة برق.